في منتصف فبراير 2003 استقبل الرئيس العراقي صدام حسين الكاردينال روجي إتشجاري مبعوث بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني. تفاصيل اللقاء اللي أعلن عنها في وكالات الأنباء والإعلام كلها كانت تصريحات عادية عن تقرير المفتشين بشأن امتلاك العراق أسلحة محظورة دولياً، بس الحقيقة إن اللقاء اللي استمر حوالي 90 دقيقة قدم فيه بابا الفاتيكان للرئيس العراقي الطريقة الوحيدة لمنع التحالف الأمريكي البريطاني من الهجوم المحتمل على العراق. طب إيه اللي قاله بابا الفاتيكان لصدام حسين؟ وإيه اللي طلبه الرئيس العراقي؟ ده اللي هنعرفه في خمسة بالعربي. الدكتور صادق عزيز مترجم وملحق صحفي عراقي سابق كشف كواليس الحوار اللي دار بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني قبل أيام من هجوم القوات الأمريكية على العراق. عزيز قال إن المبعوث الخاص بالبابا سأل صدام حسين أنتوا مستعدين إزاي تحموا الشعب بتاعكم من العدوان المحتمل، وإن الرئيس العراقي استخف بسؤال مبعوث البابا وقال له أنتوا دولة صغيرة وما عندهاش جيش ولا تسليح، هتساعدونا إزاي؟ وقال كمان إنه وصل رسالة للبابا عن طريق المبعوث الخاص بيه وقال له لو عاوزين فعلاً تساعدونا اقنعوا بوش إنه يشيل فكرة الحرب من دماغه. وقال للمبعوث كمان إن الجيش العراقي مستعد وجاهز للمواجهة في أي وقت. المترجم العراقي اتكلم عن الموقف ده وقال إنه كمواطن عاش الظروف الصعبة دي كان مستغرب جداً من تصرفات الرئيس العراقي صدام حسين، وإنه استخف بكلام المبعوث اللي بيحذره من حرب وشيكة، وإنه في كل الأجواء دي ما كانش باين عليه أي خوف أو ارتباك وكان بيتكلم بطريقة هادية جداً. وحكى صادق عزيز إن خلال وجوده في اللقاء ده وبعد ما سمع تصريحات صدام ابتسم، فسأله قيس المختار رئيس التشريفات في التوقيت ده عن السبب اللي خلاه يضحك، فرد عليه عزيز مفيش سبب، أنا طبيعتي كده بحب الابتسامة. وعن خوفه من العمل كمترجم للرئيس الراحل صدام حسين قال إن عمره ما خاف من حاجة زي دي، وإنهم استدعوه للترجمة في الحوار ده علشان قدرته في اللغة لأنه في الأساس أستاذ جامعي. وقال كمان لو حد قال لي تعالى ترجم لصدام حسين في حد يقدر يقول لأ؟ ده واجب وطني لازم كلنا نقوم بيه. أما التفاصيل المعلنة عن لقاء صدام حسين ومبعوث بابا الفاتيكان هي إن تسلم الرئيس العراقي رسالة من البابا بيطالبوا فيها بإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. ونقل التلفزيون العراقي تصريحات صدام لمبعوث البابا اللي قال فيها إيه اللي الغرب عايزه من العراق، وقال إن العدوانية اللي بيواجهها العراق وهي وتقرير المفتشين أثبت إن الدولة ما فيهاش أسلحة محظورة في الوقت اللي فيه العدو بيمتلك الأسلحة دي وبينهي حياة الفلسطينيين وبيدمر ممتلكاتهم. وتساءل كمان هو ده مش تمييز عنصري وديني؟ وقال لو البابا رد على السؤال ده أعتقد هيكون مؤثر في المجتمعات المسيحية ودي هتكون مسؤوليته التاريخية ومسؤوليته أمام الله.